في دور الأم ده بالذات في حق عرب، هل أنت شفتي المثل ده حي في الحقيقة عشان تحبي الدور ده؟ لأن أنت بتقولي إنها أم شاملة زي أمهاتنا، الحنية في وقتها، القوة في وقتها، الجدعنة في وقتها، الصرامة في وقتها. هل شفتي ده أول ما قريتي السكريبت افتكرتي شخصية ما شفتيها في مكان ما؟ بصي، انا امي الله يرحمها كانت كده يعني، كانت قوية كده، كانت قوية وضعيفة وجميلة فيها كل وحنينة الأبعاد. وشديدة، كانت كل الحاجات اللي انا عملتها في المسلسل. واكيد شفت امهات تانية برضو، لان انا طول ما انا يعني موجودة في الحياة يعني بقعد اعمل احاول بتلقطي الاحظ الناس ومثلا شخصيات معينة. زي في سجن النساء كان عندي شخصيات برضو اللي هي السجانة اللي كانت هناك، قعدت لاحظتها بتتكلم ازاي بتعمل ايه. فانا بحب اتفرج على الناس وهي يعني بسيبهم يتكلموا اكتر ما انا اتكلم، علشان اشوف تختزن والقط حاجات بقى بعد كده بتتخزن عندي ساعة ما اكون عايزاها تستدعيها بقى فبطلعها. عندك مخزون يعني. فأمي أنا كانت كده بصراحة طيب، الله يرحمها. أدوار الأم كأنها ملعبك الحقيقي، هل بتحسي إن أدوار الأم دي بتعوضك عن عدم الإنجاب؟ يعني أنت لم تنجبي وبتأدي دور الأم كأروع ما يكون، بتحسي إنها تعويض؟ طبعا هو في تعويض، بحس بقى انه يعني في قدامي اولاد واولادي وبتاع، ومرة واعيش دور كبير اعيش ومرة الدور صغير ومرة اعيش بنت دور ام ومرة ولد. حقيقيه. بس كمان انا يعني موضوع الامومه، انا مش بقول انه لازم الست تبقى ام عشان تعرف تعمل دور ام. الست بتطلع بطبيعتها حتى لو ما بفطرتها، اتجوزتش ولا خلفت، هي بفطرتها في فيها أمومة. بالفطره في امومه جواها، لان ربنا دايما مجهزها حتى لو بعد كده ملهاش نصيب مثلا في جواز او في خلفه او كده، بس هو ربنا مجهز الست بالحاجات بتاعت الامومه جواها. يعني ممكن واحده ما اتجوزتش تبقى ام لاخواتها، ام او اتجوزت تبقى ام لجوزها حتى لو هي اصغر منه، بس يعني تحس ازاي تعامله، ازاي في لحظه ممكن تبقى شديده معاه، او في لحظه تاخد موقف، او في لحظه في حاله مثلا هو متضايق قوي ومتضايق من حاجه تبقى حنينه عليه. يعني عارفه ازاي هي الست جواها كده، الست بشكل عام اكتر الستات جواهم الامومه حتى لو ما بقوش امهات. طيب بس يعني مين اكتر حد حسيتي بامومه تجاهه؟ يعني وانت بتمثلي معايا وهو عامل دور الابن، انت أو البنت. حسيتي او البنت حسيتي بامومه تجاهه او تجاهها؟ بصي، هم بجد يعني كل الناس اللي انا اشتغلت معاهم حسيت بالامومه، بس اكتر حاجه لان انا برضو دور ماجده مأثر معايا شويه، حسيت عوضي ابني وحسيت كارولين بنتي ودينا فؤاد، لان في لحظه قبل ما بقى يعني هي تروح تتجوز ونغضب عليها وبتاع كانت برضو قريبه مني وقريبه من عوضي وكده. يعني كله حق عرب لا بس كمان في كل المسلسلات اللي انت عملتيها هم لا لا اقرب. لا في اصل يعني مثلا لا ازاي. طب انا مي عمر في الافوكاتو ما كانتش بنتي، ولكن كنت من حب ابني ليها وكلامه عنها وبتاع كنت حاسه انها قريبه مني، لغايه اما ابتديت اشك انها ممكن تكون سبب في قتله او مشاركه في قتله. لكن قبل كده كنت بتعامل معاها على انها بنتي. ومي في مي برضو واحنا في لؤلؤ كنت بعتبرها بنتي بجد، كنت حاسه انها بنتي، بس انا يمكن بتكلم على احدث حاجه موجوده يعني. لكن مي برضو عمر في المسلسل بتاع لؤلؤ كنت بجد حاسه انها بنتي بشكل طب كبير جدا. انا عايزك سؤال، انت ما جيتيش في مره من المرات بينك وبين نفسك زهقتي من كثره تمثيل او تحجيمك في دور الام؟ بصي انا نفسي طبعا مش كده؟ يعني نفسي اغير شويه، نفسي هي البدايه ابتدت ازاي؟ ليه اتحجمتي في دور الام من الاول؟ يعني انا عشان عايزه افتكر ابتدت معاكي ازاي التحجيمه دي؟ بصي هو يعني انا ابتداء من سجن النساء بدأ موضوع الام يبقى ياخد مكان في، يعني كانت ام بالنسبه حتى لواحده مش بنتها اللي هي نيلي كريم، وكانت ضد بنتها اللي هي كانت ريهام حجاج لانه كانت البنت شريره. فلما هم بصي عندنا في الفن لما بيلاقوا حد ناجح في متميز حاجه متميز او تميز ومتميز، في لا حاجه مش ناجح بس متميز. فبيحسوا ان هم ساعه ما يبقوا عايزين دور ام معين يعني بملامح معينه، مش ملامح شكليه، ملامح امومه ليها مواصفات زي معينه. الفنانه ريحانه كريمه ومختار، ايوه طول بالظبط بالظبط طول الوقت هي مثال الأم الحنون بالظبط. المتميزة.
طب بس برضو